من أروع قصص الحب. حب؟ حب يا عم الحاج؟ مش فاهمك انت في الحب، بس انتوا كده يعني شيوخ كده ودقن، ما لكوش علاقة بالقصة دي خالص. وحضرتك يعني فاهم في كل حاجة يعني؟ امال ايه يا زميلي، انا مفيش حاجة معرفهاش ومفيش حاجة اعرفها. يعني اتمنى ان حضرتك ممكن توضح لنا يعني ايه حب. الحب كاميرا دي كاميرا. حب ده حاجة كده زي ما تكون حاسس انك يعني عارف من جواك كده، من جواك كده تحس انك انت فاهمني صح؟ فاهمني انت؟ طبعا اكيد فاهم حضرتك طبعا. فاهمني؟ كمان بتحس انك كده يعني انتوا فاهمين كل حاجة صح؟ فاهمين؟ فاهموه بقى ان انتوا فاهمين. شفت بقى قلت لك انا، ما هو انت بص يا صاحبي لازم تعرف وتحب وتمشي وتتعامل كده، فاهمني؟ تتعامل. ولا في الاخر اتجوز اي جوازه كده وافشل عشان ما افشل؟ هو في بس نقطه انا بختلف فيها مع حضرتك. ازاي بقى ان شاء الله؟ ازاي؟ انا ازاي كلامي غلط؟ النقطه بس اللي بختلف فيها مع حضرتك في الجزئيه دي، ان اي حد ممكن يحب وممكن يتحب، يعني حتى الجمادات ممكن تحب وتحب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل احد هو وابو بكر وسيدنا ابو بكر الصديق وعثمان وعمر بن الخطاب، جبل احد في اللحظه دي اهتز من كتر الفرحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو والصحابه، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم برجليه على الجبل وقال له اثبت احد فان عليك نبيين وصديق وشهيدين. اهو زي ما انت شايف يعني الجبل ذات نفسه اهتز. ده بعيد طبعا عن قصه الدقن والدروشه اللي انت بتتكلم فيها دي. وحاجه ثانيه هتوضح لك الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دي، ان انا بحب واحده ولازم امشي معاها ولازم ومش عارف ايه عشان افهمها، والقصه الضايعه دي خالص. في احصائيه كده اسمها سقف التوقعات. ايه سقف التوقعات دي؟ يعني ايه؟ تمام كده انت عايز تفهم. عايز افهم طبعا. تعالى بقى انا هقول لك يعني ايه سقف التوقعات. خلاصة في احصائية سقف التوقعات دي بتقول ان اغلب الناس اللي بيتجوزوا عن حب في جزء كبير جدا منهم معرض للانفصال بسبب حاجة اسمها سقف التوقعات. في علاقة الحب اللي قبل الزواج بيكون مستوى الحب في اعلى درجات علشان بيكون مبني على الحب من غير مسؤولية. في المرحلة دي علماء النفس بيقولوا ان درجة الحب دي بيتقفل بيها مراكز وحواس التفكير النقدي، وفي الوقت ده ما بتبقاش انت شايف حقيقة الانسان او الانسانة اللي انت بتحبها. وبعد الزواج العلاقة بيدخلها المسؤوليات والاطفال والعمل، ساعتها بقى بيظهر كل انسان على حقيقته. فسقف التوقعات اللي هو كان في اعلى درجاته بيبتدي يقل بشكل ملحوظ وكبير جدا، وفي الوقت ده بتحصل مشاكل كبيره جدا بين الزوجين باختلاف الافكار والمواقف اللي ظهرت نتيجه عن المسؤوليه، وكمان ساعتها التصرفات بتكون في غير موقعها. في بعض الاحصائيات في 2017 بتقول ان في 900 حاله زواج خلال العام، ونفس الاحصائيات برضو بتقول ان في 700 الف حاله طلاق، ودي كانت اعلى نسبه على الاطلاق في التاريخ. ال 700 الف حاله طلاق في منهم بنسبه 60% في الحضر اللي هي المدن، و40% بس في القرى والارياف. وبالارقام في الاحصائيات دي لقينا في حاجه غريبه جدا، ان من بين كل 10 متصاحبين خروج وفسح وحب وعواطف، في 7 من اجمالي ال10 علاقات دول بيفركشوا والعلاقه مش بتنتهي بزواج. الاحصائيه كمان بتقول ان عدد المطلقين اللي كانوا متزوجين عن علاقه حب طويله ضعف المطلقين من بعد زواج تقليدي. الاحصائيات في اوروبا بتقول ان الراجل الاوروبي بيحتاج ما بين 5 ل6 علاقات علشان يستقر على العلاقه الوحيده اللي هيكمل معاها. انت متخيل يعني ايه؟ مين حد يرضى في اي عيلته ان يحصل فيها الطريقه دي؟ ان اختك او والدتك او خالتك او عمتك او ايا كانت القرابه ان هي تصاحب فلان مره واثنين وثلاثه وتتساب وتروح وتيجي وحاجه. في حلقه الكيف من الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن هرمون الدوبامين، الهرمون اللي احنا قلنا عليه ان هو بيفرزه العقل عشان بيطلب تعزيز في المشاعر. هي نفس الفكره بالظبط في الحب، لدرجه ان البنت في الشارع العربي القديم كانت بتقول سلاما على حب يؤلف بيننا، يسري في روحي ويجري في دمي، وينسيني ربي ويصبح جنتي، واهلا وسهلا بعده بجهنمي. سبحان ربي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان من اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم. تسلم يا كبار. بس انت في الاول كنت بتقول هتكلم كده عن الحب وبتاع،
اديني اي حاجه كده، اي حاجه. الحب الحقيقي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين ينام بدلا من الرسول صلى الله عليه وسلم في فراشه، وهو يعلم ان القوم قد اجتمعوا لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه قد يموت على نفس الفراش. الحب هو بلال رضي الله عنه حينما اعتزل الاذان بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما اذن بطلب عمر رضي الله عنه عند فتح بيت المقدس لم يرى يوما اكثر بكاء منه عندما قال في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم على امنا عائشة لا تؤذوني في عائشة. الحب يتجلى في قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول كنا في الهجرة وكان معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت اليه بمذقة لبن. يقول ابو بكر رضي الله عنه فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ارتوي. الحب هو الزبير رضي الله عنه يسمع بإشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج ويجر سيفه في اتجاه مكة وهو ابن 15 ليكون سيفه اول سيف سل في الاسلام لنصرة الدين. الحب هو ربيعة بن كعب حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاجتك يا ربيعة فيقول أسألك مرافقتك في الجنة. الحب هو امرأة بني دينار حينما يخرج أخوها وأبوها وزوجها إلى غزوة أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون إليها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب هو ثوبان رضي الله عنه حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير لونك يا ثوبان فيقول ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أراك يا رسول الله استوحشت في نفسي وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب عندما يقول أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم قبل دخول الغار والله لا تدخله حتى أدخل قبله فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بكاء أبو بكر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بدت طلائع رحيله ويقف ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فديتك بأبي فديتك بأمي وفديتك بولدي فديتك بكل ما أملك يا رسول الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك هذا الجلال والإكرام. طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.